إذن تحية نضالية إلى كل المغاربة الأحرار، تحية نضالية إلى كل القناعات المبدئية، إلى كل المناضلين والمناضلات. إذن حاليا كاين مسيرة ضخمة في مدينة جرادة، في بساحة الحرية، وهذا ميساج ديال الجماهير الشعبيه. زعما هذا الشيء يثلج الصدر ان مدينه جراده مازال بقى فيها الاحرار، انهم احرار فعلا، وانهم ما كيتنازلوش، وانهم حتى ديك السمومات اللي حاول النظام انه زرعها بينهم وبين المناضلين وبين هذوك الشباب الغيورين، هذوك الرفاق اللي كانوا حتى في الجامعه كانوا ديناموات ديال الحراك ديال الحركه الطلابيه، وديال اللي راكموا واحد التجربه وهذا وهذا، عرفوا كيفاش انهم يخرجوا من هذاك الفخ اللي حاول النظام انه ينصبوا. انا هذا الفيديو هذا درته باش انني نقول لكم بانه باش تشوفوا هذا الفيديو اللي كاين مباشر، راه كاين واحد الفيديو مباشر راه بارطاجيته مباشر باش تشوفوا الكم، لان كاين مغالطات راه كتمرر، كاين مغالطات راه كتمرر على الجماهير الشعبيه، كيقولوا بان الحراك ديال جراده راه قوي، راه انقسام، راه على جوج، راه هذا راه هذا. الحراك ديال جراده راه باقي وكيتمدد، ورفضوا المخرجات ديال الحوار، وقال لك اسيدي الى الامام، راه نسى خرجوا، نسى هذيك الرمز ديال المراه المغربيه، هذوك النساء اللي كانوا كيصيفطوا ولادهم للموت، كيصيفطوا ولادهم الابار ديال الموت، هادوك النساء هادوك راهم رجال، حنا عندنا النساء رجال في مدينة جرادة، ان هذيك هي المرأة المغربية، الرمز ديال المرأة المغربية. اذا كيقول لك الا ما خرجوش الرجال نخرجوا حنايا، والله الا شرف عندنا الشرف كبير انه الامهات ديالنا يكونوا هكا، لان الامهات ديالنا هما اللي ولدونا الثوار، وهما اللي ربوا فينا هذا الشيء، وهما اللي رضعونا النضال، هادوك النساء ديال جراده هما اللي رضعونا النضال. من هنا انا كنرفع شاره النصر للرمز ديال المراه المغربيه المناضله، وكنخص بالذكر النساء ديال جراده وديال وديال الريف ايضا. اذا بغيت نقول لكم باش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، لان كاين واحد التعتيم اعلامي على الحراك ديال جراده، راه هو غادي تشوفوا الكم شحال كاين ديال عباد الله اللي راه خارجه، نساء وشباب وشبان في تحدي القمع والحصار اللي راه كتعرض له المدينه، لان كما قلنا راه انزال قمعي اللي كبير، شتى تلاوين اجهزه القمع الطبقي، السيمي، المخزنيه، لا دي اس تي، لاير جي، كل شيء كاين، واحد الحصار اللي حاولوا انهم يحتويوا دوك النقاط اللي مالفه كتخرج منهم التظاهرات. ان دايرين اللجان كل حي كيخرج منك تخرج منه تظاهره، وكيكون نقطه ديال الالتقاء هي ساحه الحريه او لا شي مكان اللي رجع او الرفاق. اذا حاولوا هذه المره انهم يحتويوا كل نقطه، يشدوها يعسكروها باش ما هكا ما يتلاقاوش في الاخر، ولكن الرفاق تنبهوا لهذه القضيه هذه ونزحوا المسيره ديالهم. ومشاو في تظاهره وراهم حاليا متواجدين بالساحه ديال الحريه، تحياتي لهم، وتحيه للقياده ديال الحراك. الرفاق ديالنا كنزف لكم الاف التحايا، تحياتي لكم رفاقي. هذا ما علمنا هذا الشيء اللي تعلمناه، وهذا ما علمنا المعلم. اذا تحيه لكم، نتمنى انه الاخوان يبارطاجيو هاد التظاهره هذه اللي حاليا كاينه في جراده، راه درتها في الاخر. وهذاك واحد الميساج اللي نبغيو نوجهوه لهذا النظام المخزني، هز جيوشك، اديهم المليليه، اديهم السبته، جرادة بعبا خلي، واش درت لك، واش هاد جرادة، واش باغي ندكها ولا اش باغي ندكوها، ولا صافي باغي نبداو في الاعتقالات، وباغي نبداو، راه الرفاق راه مستعدين لهذا الشيء، صافي راه مستعدين، راه مستعدين لهذا الشيء. وحتى حنا راه غادي نبداو نحركوا حتى التعتيم الاعلامي وهاد الصحافه ديال القوادس
اللي راها كتحاول انها تعطي مغالطات وتزور التاريخ ديال الجرادة. حنا راه ما غاديش نبقاو حنا كاع نتعاملوا مع هاد القنوات هادي، راه اعلاميا غادي نوصلوا هاد الحراك ديال الجرادة وديال الريف، غادي حنا من برا غادي نبقاو حنا نعطيو الحقائق، لاننا حنا في اتصال دائم مع الاخوان وفي اي خطوة غادي نبداو نشوفوا مع الصحافه العالميه وخاصه الاوروبيه هكا، لان هي اصلا كتكون هذيك الصحافه الاوروبيه راه كتوصل لاكبر قاعده جماهيريه، ماشي بحال هذوك القنوات ديال الصرف الصحي. اذا تحياتي الى كل الشباب والشابات وكل الرفاق والرفيقات. كاين كريم، اذا درت لك اوتوريزيتك. السلام عليكم اخي اسماعيل، تحيه ليك. تحيه يا اخي هاني، بخير عليك. الحمد لله، الله يبارك فيك. تحياتي لك. ممكن نشاركك الحوار ان شاء الله؟ مرحبا. هو نهضروا في الحق هو اسماعيل. بالنسبه لحنايا، انا من مدينه اسفي، وحنايا كاين خاص اصلاحات، ولكن دابا خويا انتوما كدوي بزاف على النظام، اسقاط النظام. خويا شكون اللي قال اسقاط النظام في جراد؟ نعم، شكون اللي قال اسقاط النظام في جراد؟ واه كنسمعك انا بزاف، كنتبعك انا مع احتراماتي ليك، انا صراحه متبعك ديما. انا ماشي هو جراده، ماشي هو الحراك ديال جراده. ربما انا كنعطي موقف في لي لايف ديالي، هذاك موقف كيلزمني، موقف شخصي ديالي. الى الناس ديال جرادة ربما تبناو الموقف ديالي، ولا سميتو كاين الرفاق اللي كنتقاسم معاهم نفس الموقف هذا، لا يعني ان متبعين الملف، متبعين القضيه ديال الحسيمه، وحنا مع القضيه اطلاق الصراح ديال المعتقلين في الحسيمه، زفزافي وكل شيء، ولكن تكون اصلاحات تنفذ ليهم، ماشي بنادم نديروا الفوضى في البلاد. انا كنشوف مشكل في سوريا، في ليبيا، الناس ولات وصلت وما كاينش باش غنعوضوا. صافي سير، ما كاينش باش نعوضوا خويا. واش فهمتي؟ الا يعني لو وقعت شي حاجه غادي نوليو بحال سوريا، غادي تكون الحرب ياك، غتوقع لنا بحال. هذا النظام، هذا النظام اللي يخرج الشعب يقول خصو يحيد وينزل عليه ويدكو بحال سوريا، هذا نظام ارهابي ونظام اللي ما خصش دين مو يبقى واخا يدكنا. ان الا كان هذا النظام اللي خرج لنا بحال سوريا، ايوا راه ما غاديش، ما يستحقش انه يبقى، وراه نظام ماشي ديمقراطي. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. نهضر صاحبي، اسمح لي نهضر، خليني نهضر ونخليك تكمل. الا حنا هذا النظام هذا غادي شوف، دوله حنا كنقولوا حنا دوله ديمقراطيه ياك، شنو هي الديمقراطيه؟ يعني اخويا حكم الشعب نفسه يختار اللي كيسير. هو عباد الله، هذا الشعب هذا خرج قال لك اسيدي حنا ما بغيناش هاد الناس هادو، ما بغيناش هاد السيستم، ما بغيناش هاد النظام يبقى. الا هاد النظام هذا ما تجاوبش معنا، اذا هو نظام ماشي ديمقراطي. هذا النظام خص دين مو يبقى. صافي من الاخر، غادي نجيك من الاخر. وحنا اصلا الناس خرجت مطالب اقتصاديه واجتماعيه صاحبي، وراه تحقق ليه. اسمعي، لا اسمح لي نكمل لك. المطالب ديالهم اللي ما يكذبش المطلب ديال الجماهير الشعبيه، هاد المطالب. اسمح لي نكمل معك، انا اسمح لي نكمل معك. هاد المطالب اللي كتبتو غير البودرون هنايا، ولا دير لي غير اخر اصاحبي. من يقول لك دابا خاص اصلاحات في المستشفيات، اصلاحات في التعليم، اصلاحات في كل شيء، ولكن داك الشيء خاص الصبر باش نديروا الفوضى باش غتصلحوا. كنطلبوا هاد الاصلاح هذا صاحبي، راه من متفق معاك ديال ملي خرجت فرنسا كاع، يعني كاع على مثال الحسيمه. حنا خاصكم مستشفى ديال السرطان، خاص بزاف حوايج، ولكن عطوا له وقت. جا الوزير المغرب كامل راه خاصو، واخا بزاف. حنا دابا بحال اسفي المدينه الاقتصاديه راه ناقصه بزاف، وكاين فيها لو سي بي، فيها بزاف حوايج مصوبين. ولكن انا مشيت لاسفي، انا ما قدرتش نجلس فيها حتى 10 دقائق بالتالي. اتفق معاك. مصانع كتطلق، ما نعرف واش انتما تسكن في السنتر نيكليير وما تسكنش تما. ايوا شي واحد غادي يقول لك حنايا الدوليه. ايوا خويا، علاش الناس ديال اسفي ما تخرجش وما تظاهرش وما كذا وما كذا؟ والعتبه ديال الفقر، الناس راه كتموت بالجوع في اسفي، ورا اسفي راه معروفه. ولكن شوف، الناس اسفي راه كيتظلم في مراكش وساكنه معندهمش عيب عيب. هو شوف، ها هو جاني نعطيك واحد الفرق.
كاين شي مدن راه ما هكا ما بقيناش كنفهموا. هنا فين كيكون الفرق ما بين ريافه والناس ديال جراده والناس ديال بوعرفه والناس الاخر وشي مدن اخرى، لان كاين في مدن اخرى البنات ديال ديك المدينه والدراري ديال ديك المدينه كاين كيكون الفقر كيخرجوا كيمشيو للمدن اخرى. راه بحال مثلا واستسمع على هذه الهضره هذه، لان انا كنت كنشتغل يعني بالقرب من مدينه مراكش، او بنات كتلقى بنات اسفي في العمر ديال الزهور تما في الكباريات وفي هذا. شوف انت اسمح لي ماشي بنات اسفي، بنات المغرب كاملين. شوف المغرب كامل الناس ديال جراده، النساء ديال جراده قال لهم الوزير كونترات لاسبانيا تخدموا الفريز وتخدموا في الاخر، قالوا لهم لا نخدموا هنايا وبغينا العيش الكريم والحق ديالنا في بلادنا هنايا، ما نمشيش انايا لهنيك على الفريزه ولا نمشي انا نخدم عند السوريو. طيب حقهم. شوف شوف خدمتي بلادك، وانت دابا دائما الله تريح في دارك وتخدم في بلادك، كيفاش بغيتي تخدم تجي عندك؟ وخاصك تقلب على راسك، تخرج تقلب دير تاخذ مبادره، انت مريح ناس في الدار وبغيتي تخدم، كيفاش بغيتي الدوله تخدم كل شيء غتخلص كل شيء؟ خاصك تقلب على راسك، كاين خاص اصلاحات، خاص بزاف حوايج، ولكن لانه خاصو راعوا الانسان، فهمتي الفوضى في البلاد بحال دابا المشكل ديال سوريا، الناس كيوافوا ولا تعيش ولا كترحم على اللي دار. اخويا كتخاف من ما خايفش، شوف حنا ما خايفينش من الموت، حنا نخرجوا ولا نخرجوا على البلاد. الموت شوف شوف ماشي الموت خايفين منها، اسمح لي الموت خافوا بالله، بنادم ما عندناش خافوا حتى واحد ما يعطينا شي حاجه. ودير زوين مع سيدي ربي وخدام وبالضمير ديالك وكذا وكذا، ما خصكش تخاف من الموت، خصك تمشي بصدرك عريان اخويا. وانت علاش غنمشيو نروحو لهذا الشيء وخاصنا نطلبوه مع الطابله؟ يا الحريه يا الموت، يا الكرامه يا الموت. واسماعيل واسماعيل راه خاص واحد القضيه تكون اطريح مع الطابله، خاص هذا الشيء خاص اصلاحات اجتماعيه قلت اقتصاديه المستشفيات، اعطوهم مهله تصوب هذاك الشيء اللي بغينا. لا ما تصوبش. واش انا من الاول اسمع من الاول وباقي لحد الان عندي بزاف، ولكن اللي تيعطيهم اللي تيفرقهم الملك على الدول الاخرى. دابا كيفاش زعما هو زعما كريم عطاه نجيبو وكو عطى الجراده واحد جوج المليار ولا ثلاثه د المليار ودار ليهم وزين، ياك هذا هو بعد الاقتصاد. هو شوف يخدموا فيه ولاد البلاد، تيناض هو تيعطي الباراغواي تيعطي حتى فلوسو هذيك رزقو هذاك اشتي شنو واش ديالو هذاك، واش اللي تحت الارض ديالو ولا السما ديالو؟ حتى السما كاع بغى يكون لها ربي كاع، ياك هو كيقول لنا حنا انا امير المؤمنين، وسير دير لمرتك الحجاب، سير ستر مرتك هذاك اللي خليه من له. هو شوف خلي يدبر راسو من الله، هو كلمه حق. لا متفق معايا وقول لي يا اخويا واش انت مسلم اخويا؟ مسلم اخويا وكون فتخر بها مسلم ياك. من الاخر من الاخر ديال الايمان ياك، اياه كلمه حق ضد شكون؟ اي واحد كما كان نوعه، كما كان نوعه اي واحد كما كان نوعه جائر. ايوا خويا قول لنا احنا، انت يا كلمه حق ضد سلطان جائر الملك محمد السادس ملك جائر، قول لنا اخويا قول لنا اللهم هذا منكر، قول لنا ودير السيد كيف شوف اسماعيل اسماعيل هو كيقول لنا انا امير المؤمنين وداير لنا سميتو. يلا طاب معاك سي اسماعيل، وحنا ما ولاش الفوضى للبلاد، هذا هو اهم حاجه، هذاك الشيء اصلاح هذا البحوث ما داكش الشيء. من فوضى ديال لما درنا في البلاد مين قلنا بحال دابا انا كنت بعديمة فاسد ومفسد وكيهرب فلوس ديال المغرب. وباع المناجم ديال الذهب وشد الخرم جي التندراره، هذاك الشيء ديال الغاز الطبيعي كيبيعوه هو. شوف هذاك الشيء هو اصلا، شوف اصلا من الاول هما عندهم العاقه. شوف لا شوف ما نقولكش شفار، هو اصلا هو عندهم العاقه وخدامين الشركات ديالهم وتدافع عليهم الارباح ديالهم. العاقه عندهم العاقه عندك رجودهم عندهم فلوس اصاحبي، جابها جابها فجروا عليه الامويين ها، فجروا عليهم هذوك بني اميه والعباسيين وما نعرف. لو كان ماشي الامازيغ احتضنوهم وداروهم ودخلوهم لبلادهم ها، جاب مع الدب وجاب مع الفلوس جاهزهم، ياك جاو هربانين جاو لاجئين في المغرب. يلا اشنو
جاو لاجئين، جاو لاجئين استقبلوهم الناس وفي تفيلات وكذا، وهذه شويه صدقوا قالبين عليهم، صدقوا كاع بايعين، صدقوا هما كاع حاكمين، راه حنايا السلاله ديال الرسول وكذا، وهذا منا، صدقوا حاشينها لنا بالدين، استغلونا بالدين، كيديروا داك الشيء. هربت ولا بقى صاحبي؟ قول لنا واش كاين، زيد بقى قول لنا كلمة حق. أزوليت أزولا توماس، أعتذر، كانت جاتني واحد المكالمة، ولكن أنا معكم نجاوبوا على الأسئلة، ومرحبا بالأحرار وحتى بالعياش. تا الا كاين شي عياش مرحبا به، نهضروا معاه، كاين حتى شي اشكال. يلا دير فيهم خير وفي الاخر يقلبوا عليك. عندك صح. المهم الاخوان، انا اللي نبغي نقول لكم ايه بالنسبه باش بقاوش نديروا الخلط، بقاش نخلط. انا من غادي نهضر ندير واحد الفيديو وكنقول الملك الديكتاتور فاسد مفسد ناهب ثروات كذا، بزاف عليه امير المؤمنين، بزاف عليه حتى امير، حتى يكونوا المؤمنين عاد نقولوا بعدا امير ديال المؤمنين. هاد الهضره، هاد الشيء كي هاد الشيء ديالي، مي كنقول نظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي، مين كنقول نمط الانتاج في المغرب خصو يتبدل، هذا الشيء كيلزمني انا، كيتقاسموا معايا مجموعه من الرفاق، ياك مجموعه من المغاربه كيتقاسموا معايا نفس المواقف. ولكن انا راه ما كنهضرش اخويا، انا ماشي بورت بارول نتاع حراك نتاع جراده، انا فقط انا باعتباري كنت في الحراك ديال جراده، دابا كنهضر كنقول اودي فوالا ها واش واقع في جراده. كيتصلوا بيا الاخوان، ربما الاخوان ما كيقدروش لان بحكم التواجد ديالهم تما، وهذا كاين شي حقائق اللي ما كيقدروش يخرجوا بها ولا يصرحوا بها، كيتوجهوا ليا وانا كنطرحها لان انا عندي واحد شويه ديال الهامش ديال الحريه، لان كنت نفس شويه ديال الحريه دابا فهمتوا، لان هما تما ما كاين غير المتابعات وغير كذا وغير كذا وغير كذا، واخا انا مزيرين عليا ولكن ما كاين حتى شي اشكال، واخا مزيرين عليا، واخا كي تقريبا يعني العائله ديالي يعني عايشه الان في 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 في, في, في الجحيم، لانه انا متابع الان على التصريحات ديالي وعلى هذوك الفيديوهات اللي كنت كندير، قال لي بغينا نوعيو شويه عباد الله ونفهموهم شويه شنو واقع، لان كاين اللي ما فاهمش. ولكن احنا مهم النضال دائما عنده ضريبه ديالو، عنده ضريبه دائما، النضال عنده ضريبه، وما كنقلبوا حنايا لا على كريما ولا على الاخر ولا، وماشي عاد اليوم كناضلوا حنا، ملي قلنا على راسنا حنا كناضلوا، كنا مازال كنقراو في السانكيام اني، كنا في الحركه التلاميذيه، الناس راه كتعرفنا، كنا في الحركة الطلابية، كنا في الفان فيفري، كنا المهم مو غادي نبقاو نناضلو حتى الاخر رمق، حتى الاخر نفس، وحتى تحرير المغرب، ان المغرب مازال باقي محتل، وغادي نبقاو في النضال ديالنا وغادي نتشبتو به، وحنا جرادة هي اللي علمتنا النضال، علمتنا النضال، لان اول نقابة كانت في المغرب كانت في جرادة، كانت السي جي تي ديال فرنسا، والعمال اللي كانوا في المناجم ديال المغرب كانوا ممنوعين انهم يديروا النقابه ولا يدخلوا النقابه ديال السي جي تي، لان كانوا يدخلوا لها غير الفرنسيين، ولكن ناضلوا وداروا اضرابات، وراه كان كيجي ياك افقير نزل عليهم بالطياره بالهليكوبتر كيضرب بالرصاص، قلبوا على التاريخ ديال جراده، قلبوا بالرصاص مظاهرات ديال جراده بالرصاص الحي، قلبوا شوفوا 98 98 راه غير البارح، هيا غير هنايا 98، شوفوا 98 شنو وقع في جراده، شنو وقع في جراده،
ايوا يلاه الا كنهضروا دركي، الا كنهضروا دركي على زراده غنجبد لكم انا في زراده. الا دركي زراده كنقولوا رفعوا الاعلام ديال المغرب والتصويره ديال الملك، في زراده في 98 حرقوا التصويره ديال الكومبرادور الحسن الثاني وحرقوا الاعلام. وانايا كنت طفل، كنت طفل كنقرا في الثاني ولا ما عرفت الثالث، ولا كنت طفل باقي، مازال طفل صغير، مازال نعقل انا الاعلامات كيتحرقوا قدام عينيا، والصوره ديال الهالك اللي كيقولوا المغفور له، مغفور له هو، صافي مغفور له، غفر له ربي، هو عنده عنده الكونتاكت مع ربي، هو ولد ربي مغفور له، صافي هذاك، هذاك راه ما مغفور لا ما والو، هذاك راه ما نعرف هذاك كاع الجثه ديالو كيكون واقع له هذا كاع، وتحلت ولا مازال ولا كلاها شي ديب ولا ما نعرف، المهم ما نعرف. المهم الصوره ديال الكومبراتور تحرقت في زراده، يلا شي واحد يقول لي لا ما كايناش، انا كنتحدى شي واحد يقول لي هذا الشيء ما كاينش في زراده، وكان الرصاص المطاطي، وكانت ديك الوقيته غير الجزيره، الجزيره هي اللي كانت يعني قناه، كان عاد مازال داك البارابول وكذا، وهي اللي كانت كتب داك الشيء ديال زراده، وكان الهالك الحسن الثاني في ميريكان، وسولته مين كانوا يديروا مع واحد اللقاء صحفي، سولته صحفيه فرنسيه في ميريكان، قالت له سولته على جراده ومتانع على الاجابه، قالت له سي كوا جيغادا، كنسمعوا جيغادا لو ماروك، وشنو جراده ما فهمناش واش هي جراده، سكت سكت، هو اللي كان على الطولانطي وكيعرف يجاوب، سكت. صافي هذا ما كان اسيدي، هاك انا هاك تولدت حر، انا ولد جراده حر كنقول كلمه ديال الحق، انا نهار لقيت الحوايج ماشي تالت ما خرجت بالمواقف ديالي وقلت ها كاين ها كاين، وما غاديش نبقى عايش ديما مخبي ونخلي الموقف ونشتغل بسريه وكذا، انا خرجوا اخويا للعالم، انا خرجوا للعالم ناضلوا مع ولاد الشعب، وكيما بغات تجي شكون اللي قال لي طلعني اميمه اوفا ما في شي اخ نطلعك يا اخي، مرحبا صيفط لي غير انفيتاسيون نطلعك، و صافي لقيتها هاني طلعتك يا اخي، مرحبا بك، مرحبا بكاع الاخوان، انا هنايا نفتح لكم المجال، اللي بغى يهضر يهضر، مرحبا بكل شيء، حتى دوك الاخوان اللي راهم كيحيدوا لهم راك درت روفيزي، انا راه مهم صيفط لك هذاك اوفا مافي، المهم راه صيفط لك انت راك درت روفيزي، بغيت نعاود لك غادي نعاود، هاني درت لك اجوتي، دير اكسبتي يا اخي، دير اكسبتي يا اخي. المهم بالنسبه قلت لكم حتى الاخوان اللي راهم بلوكيين لهم الفيسبوك ما كيقدروش يديروا اللايف، ولا شي واحد اللي كيمسحوا له شي فيديو بغى يدير فيديو هنا يدير عندي في الصفحه ديالي، المهم راه كان اكسبتيك ما كتردش. نشوفوا شي اخ واحد اخر، شاكير ولا ماسين ابوني، ما كاين بزاف الاخوان اللي بغاو يهضروا، عبد الكريم الخطابي، عادل، غنديروا عبد الكريم الخطابي، تفضل اخي عبد الكريم، تفضل اكسبتي، راه درت لك اوتوريزي، كنتمنى انك المهم ما اكسبتاش. غادي نعاود معك اخي اوفا، اوفا ما في، غادي نعاود الاخوان اللي بغى يطلع يصيفط لي انفيتاسيون، اللي بغى يطلع يهضر يصيفط لي انفيتاسيون، اللي بغى يهضر على الحراك جرادة ولا الحراك دريف ولا الوضعيه ديال المعتقلين ولا الوضعيه ديال الحريات والخروقات ديال هذيك الاتفاقيات العالميه ديال حقوق الانسان، ولا يهضر على اي حاجه بغى
مرحبا، يصيفط لي انفيتاسيون ويدخل. يلا اخوان اللي بغى يصيفط لي انفيتاسيون. يلا حتى شي عياش، حتى شي واحد اللي بغى يدافع، اللي بغى يدافع على يعني النظام المغربي وعلى التعامل ديالو كيفاش تجاوب مع المطالب ديال الجماهير الشعبية في جرادة ولا في الريف ولا أي منطقة في المغرب، يدافع على هذاك الشيء اللي داروا النظام المغربي. أخويا مرحبا به، يطلع ويدافع وأنا غادي وأنا غادي نهضر معاه تاني عاوتاني وأنا نحاول. محمد شريف حسيمة أيوز، أكسبت يا أخي. راني صيفط لك، وي انا راني اوتوريزيتك يا اخي، راه طالع لي هنايا مي ما عرفتش انا هاد الشيء. لا تنعاود لك، غنعاودو اخي، نحن في خدمة الاحرار، واخا نبقاو هنايا حتى بعد غدا يا احنا مع اخويا هاد الفيديو هذا حتى يخدم، حتى يشاركوا معنا عباد الله. يا عارف كاين اخوان اللي عليهم تعتيم كاع كتاوتوريزي ما كيطلعش. راكم شفتوا البارح هذيك هذيك المواطنه مسكينه المغربيه اللي البارح بغات باش تدخل باش دير اللايف لان كيقطعوا لها وداك الشيء، كتهضر كيقطعوا لها عندي نهار. راه شحال وحنايا مع الفيديو هذيك اسماء هشام. هاني اجوتيتك عاود تاني، ما مرات تروا فوا وانا كنعاود لها. جواد برشلونة تحياتي نجرادة، تحياتي يا اخي، تحياتي لكم، تحياتي لجميع الاحرار، جميع الاحرار كنحييهم. وانا لي الشرف انه كنشوف بحال هكا يعني الاخوان اللي كيتابعونا، كنشوف هكا الاحرار يعني كيدخلوا لعندنا وكيكتبوا، واخا كيعطيك غير التحيه ولا دوك الاحرار اللي كيسولوا فينا وهذا وهذا، تحياتي لهم، تحياتي لكم. وكنتمنى اننا نتلاقاو، غادي نتلاقاو اكيد في وطن حر يتسع للجميع. اذا غادي نحاول مع احد الاخوان الاخرين، محمد علي. هاني درت محمد علي كذلك. والو بيشور شو واحد ماش، المهم ربما دابرين شي 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 خلل في الفيديو. السلام عليكم، تفضل اخويا بخير. كي داير خويا امورانيا؟ تحياتي لك. تفضل الاخ، تفضل. ما راه عندك الكونيكسيون ما راهش مليحه ولا شي، عاود نشوفو عاود تاني مع شي واحد في الاخوان ما حد خدمت بعدا. ما عنديش مشكلة، كان أنا عندي المشكل ما غاديش يطلع هذاك اللي كان قبل، ما عنديش مشكل. وربما راه كاين شي تشويه ما تقدرش تعرف كاع شتا كاين كاع. راه النظام راه ولا كيخاف، والله إلا ولا كيخاف من فيديوهات، ولا كيخاف كاع شي واحد يخرج يهضر يقول أودي يا عباد الله، ولا كيخاف. تحياتي أمين خويا، كيراك داير خويا إسماعيل؟ الله يحفظك، تحياتي ليك، تحياتي لجميع الحرات. خويا اسماعيل، انا كنخدم في واحد لوطيل اطلس اوريو اللي في وجده. اها الو الو، انا عرفت شحال الثاني هذا المشكل. محمد شريف حسيمه،
محمد شريف ما عرفتش، ما الرافق راه ما كيشدليش، محمد شريف راه ما كيشدليش الفيديو ديالك، هو راه كان اوتوريزيك ما كيشدش، او لا من كيشد حتى شي واحد كيشد له 5 دقائق وكيمشي. بقيتش عارف انا كيفاش هادشي. ربما كاين شي مشكل. المهم الاخوان اللي بغى يطلع يصيفط انفيتاسيون، نتمنى هذا الاخ اللي هضر معانا دابا يولي صيفط لي انفيتاسيون باش نولي اوتوريزي يهضر. ارا تندريس غوفيزي. ما فهمتش انا، كاين اللي كيصيفط لك الانفيتاسيون مي كتاكسبتيه، كي طارق الرفيق طارق بورحو مناضل مناضل حركة صابولا. تحية رفيقي، تحياتي ليك، توحشناك يا الرفيق، والله إلا توحشناك، كنشوفو بخير غير في الفيديو مرة. صافا اسماعيل ولا بخير؟ تحياتي ليك. إذا باش نعرف بطارق، طارق بورحو اللي هو يعني معتقل سياسي سابق ودينامو في الحركة الطلابية موقع وجدة. يعني لنا الشرف أنني نستقبل رفيق اللي كنت قاسم معاه نفس المواقف، وشرف ليا. إذا تفضل الرفيق طارق. أشنو هو السوجي اسمعني، أنا ما حضرت لكش من اللايف من البداية. إذا حنا كنا كنهضروا غير على الحراك، أنا كنت درت واحد فيديو قصير على الحراك ديال جراده، لانه كاين حقائق اللي ولاو كيزوروا الحقائق حتى اعلاميا، ولاو شي صحافه ديال الصرف الصحي كتخرج كتقول لنا راه جراده راه تم تلبيه المطالب ديالهم، وراه الجماهير وافقات شويه، لا راهم انقسموا، لا شي واحد الجهه راهم مدعومين من الخارج وراهم انفصاليين، راه ما بقاش داك الكم كيخرج. دركي كاين واحد اللايف انا بارطاجيتو، جراده كامله خارجه وبنفس الشباب وبنفس القياده، وقلت لهم اودي فوالا الناس اللي راه كتقول بانه الحراك راه مقسوم ولا كذا ولا كذا، هو الفيديو خويا بارطاجيو باش الناس تفهم، باش نكونوا حنا الاعلام البادي. هي كاين سمومات، يعني شي حوايج كتفرز، شي سمومات كتفرز، نتمنى انك تكون باقي كتسمع باش من بعد تولي تجاوبنا. كاين شي سمومات اللي باقي كتفرز، مي الحوايج راه غاديه، راه الحراك راه مستمر وكيتمدد وكيتطور، والاشكال النضاليه يعني ولا الجماهير كيبدعوا فيها، ولا الوعي شويه ديال الفهم راه كيتطور عند لا الشباب ولا سميتو يعني، ولا كاع يعني الجماهير الشعبيه ولات كتفهم واحد شويه. انا ما عرفتش علاش بغيت هذا الاخ هذا محمد شريف يهضر، محمد شريف الحسيمه، لكن ما كيطلعش. تشويش شريف، كاين عليك تشويش، اكيد كاين عليك تشويش، كيما على اسماء، كيما على بزاف ديال الاخوان، كيما على فوزيه شاكيب، ولا ها هي قالت لك اوني، ها هي قالت لك ما كيقدروش يبارطاجيو حتى الفيديو، ما كاين حتى شي اشكال. حنايا بعدا غير يبحال هكا وحسن موالو، حسن ما كانش. المهم الاخوان اللي بغى يطلع ولا مرحبا به، نصيفط لنا لانفيتاسيون وهضر لنا، يقول لنا قراءته لهذا الحراك الشعبي اللي كاين في المغرب. انا ما كنقولش جراده ولا الريف ولا، راه في المغرب كامل راه الحراك، راه في الزرار راه في وادي مليل، راه في زاكوره، راه في الجهه ديال اكادير، راه في تينغير، راه في تماسين، راه في والماس، راه ولكن كاين تعتيم اعلامي شويه. الريف وجراده خداو واحد الاخر، ولكن كونوا اكيد ان المغرب كامل راه فيها هذا الشيء، راه كازا وراه فيها يوميا تظاهرات وفيها كذا، ولكن اعلاميا راهم هم يحاولوا يهرسوا هذا
هذا الحراك الشعبي. فوزيتك بمكونات العمل السياسي في المغرب ضعيفة، أحزاب فارغة وفاشلة، ومجتمع مدني مشتت، أمية وجهل، وتعليم ضعيف. تحياتي. أكيد راه هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين. سينو ما غاديش نناضلو حنا، كما كان لو كان هذا الشيء مزيان ما غاديش نناضلو. كما كانت عندنا تحياتي للناس ديال الحسيمة، تحياتي لك الأخت فاتحة صبري. أكيد تانا الإخوان ديالي كاملين كنعزهم وكنقدرهم، وجميع المواطنين جميع المغاربة الأحرار كان أنا كنموت عليهم. المغاربة أنا لا لا راه واحد المرة درتها في واحد السطاتي، نحن لا نحب الوطن ولكن نحب التراب الذي يمشي عليه أبناء الوطن الذين لا يملكون شيئا على أرض الوطن. نموت عليهم هادوك، هادوك هما دمي، هادوك أنا أعطيهم دمي هادوك. تحياتي لكم. الرفيق طارق ما شتكش سميح، ما شتكش راك دير لي الاخر، راني اوتوريزيتك. ولا ما طلعش عاود ثاني نعاودو. كنتمنى نسمع لهذا الرفيق هذا لان توحشنا زعما صراحه، وشي واحد اللي يعني ما واش غادي نقول لكم يعني واحد نتخيلوا معايا طالب اللي كتصيفطوا الام ديالو يقرا وكيلقى الريستو مسدود ويلقى ما عندوش بلاصه في الحي وما عندوش باش يكري وما عندوش باش كذا، ومن يبدا يناضل شويه على هاد الحقوق هادو واللي حتى هو يعني هنا كي جاب واحد الحموله بعدا فكريه وكذا وكذا، وزاد قرا وزاد طور المعارف ديالو في الجامعه وكذا، ولا مناضل ولا رمز عند الطلبه وكذا، انه في الاخير المطاف كيتعتقل وكيفوت السجن وكيخرج ثاني عاوتاني. تخيلوا معايا يعني وداك الترهيب النفسي وداك الشيء التعذيب اللي كيكون في السجن وهذاك راه عرفتوا يعني كيجدوا واحد الطالب اللي الحركه الطلابيه كيديو مع الناس ديال الحق العام، مع دوك الشفاره ومع دوك الشلاهبيه ومع دوك صحاب اصحاب الشيكات اللي ضاربين مليار وجد المليار والاخر، هذوك كيكونوا بوحدهم هذوك ما كيديروهمش مع الحق لا. وطالب اللي متقاف وكذا وهادي لا. اخا قال لك محمد بن سعيد، الحراك العفوي والغير مؤطر باي اداه للتغيير نحو مستقبل افضل، مسيره الفشل لان هذه الحركه اجتماعيه وخف زياره هنا اللحظه. انا متفق معك في واحد النقطه، ولكن غادي نقول لك واحد الحاجه. المطالب ديال الجراده هي مطالب اجتماعيه واقتصاديه، هي كون كانت في فرنسا ولا في امريكان ولا ربما غير في تونس ولا ما نعرف فين كنت لبات هذا الشيء، غادي تلبى فيه الساعه، غادي يديروا موزين ديال الحلفه ولا ديال الزيتون ولا ما نعرف ديال ما نعرف كاع، ما يتقامش عليهم حتى ب 100 مليون كاع داك ما كان في خمسه ديال لي زاباراي ولا بعد الله شي يتقب الزيتون شي عمر في القراعي شي يدير الاخر ديال لو لومبالاج شي مقابل لي ماشين لي تكنيسيان مقابلين كدا، فهمت؟ ولكن النظام المغربي ما عندوش الربح. المطالب ديال الحراك ديال الجراده والريف هي مطالب اجتماعيه واقتصاديه، ولكن في نفس الوقت هي مطالب مستعصيه. كنقول لك مستعصيه عن النظام، لان النظام بالطبيعه ديالو ما عندوش الربح انه يحقق لنا هذا الشيء، هذا ما عندوش الربح يحقق لنا هذا الشيء. دونك واش كيبقى لنا حنا؟ كيبقى لنا التمرد والعصيان المدني. اذا غادي ندوزوا لواحد المرحله اخرى، وتما غادي ندوزوا البناء ديال شي تنظيم بديل اللي المهم حنا كنتمناو، لان شت اي حاجه بلا هذا الشيء، بلا هذا الشيء، بلا عصيان مدني وتمرد واحتلال الشوارع والشلال ديال الانتاج رانا غير كندبزوا. راه اللي كيقول من غير هذا الشيء
راه غير كيدبز، خرجوا نديروا نهار الحد وقفه على التعاقد ولا على كذا، هذاك النضال ديال الويكاند ديال الحد راك ماشي نضال، هذاك راه ماشي نضال. ويمشيو وتخيلوا معايا حتى واحد الحاجه راه ما بغيتش نفهمها انا، ما بغيتش تفهمني. حتى ملي كتبغي كتخيل انك باغي دير تظاهره ضد العامل، كيطلبوا لك لوتوريزاسيون ديال العامل، العامل خصو يوتوريزي لك دير له تظاهره ضده، ضد السياسه ديالك. كاين شي عامل غادي يوتوريزي لك باش انك دير انت وقفه عليه وتنقلها وسائل الاعلام؟ التناقض بعينيه خويا. راه كاين الشعب ديال تينغير الجنوب الشرقي من 1990، عرفت تينغير اخي؟ كنعرفو تينغير وكنعرفو المغرب كامل، راه من طنجة حتى العيون. انا كما قلت البارح في الفيديو، راه القويره راه ما تقدرش تدخل لها، راه فيها العسكر ديال موريطانيا، راه غير هذاك الشعار ديال من طنجة القويره. اش من قويره بقات لك؟ شي قويره خليتي شي قويره فين؟ راه هاد القويره ولا هاد الكركراس ولا بقات شي قويره شي كركراس؟ كل مره يقلعوا لك بشوي بشوي، يقلعوا لنا حتى. وانت اصلا ما مقومش حتى هاد الشيء اللي عندك، عاد مازال ترد انت يا سبته ولا مليليه يوليو زوبيا. اذا انا ما قريتش الاخ قال لك خويا راه كاين الشعب ديال تينغير، راه كاين الشعب ديال تينغير الجنوب الشرقي من 1990 لدابا مازال تخرج، ما تحققت ليهم والو، بلي داك المطالب اللي راه ما غاديش تحقق عند دولة إرهاب، نظام ديكتاتوري، حل واحد هو الشعب يخرج من غير شعارات. مهم، تحياتي لك. هادشي باين، هادشي باين. معركة الدورة درتها بو عرفة. فوقاش درتها بو عرفة؟ فوقاش درتها بو عرفة؟ صافي لونطوم اللي درتها بو عرفة. اشنو دا؟ شنو دا؟ شنو دا؟ راه الحل راه باين، والجرح راه باين. خصنا نقولوا ها فين المشكل، اما خصناش نبقاو نقولوا كتا وهادي ماشي. وانا كنشوف شي فيديوهات وواحد مرته مليوحه في الارض، كتولد في الارض في السبيطار، وكيدوزوا الطبا والفرمليات وكذا، هو كيقول لهم واه عباد الله، ومرتي كتولد هنا، وعاش الملك وعاش الملك. وواحد جايين كيهدموا له الدار، هدموا له الدار، كيطردقوا كي كي عليه البيبان وكذا، وهز الاعلام الاعلام وتصور ديال عاش الملك، طردقوا عليه الباب وكذا، قالوا له صافي، قالوا له عاش الملك وملك عاش الملك. ومن بعد قانون، قالوا له صافي هذا خصك تخوي، خصك تخوي الله يعاون. وملك راه عنده القصر في بيتس فيه 70 قطار، 70 هكتار في بيتس. تا خرجوا الناس فضحوه، تا خرج هذوك الائتلاف ديال الديكتاتوريه، الائتلاف من اجل ضد الديكتاتوريه ديال مصطفى اديب والمرنيسي وهذو اللي كانوا ضباط سابقين في المغرب. تا مشاو لبيتس، عاد الناس عرفت بلي كاين بيتس قصر ديال الملك اللي فيه 70 هكتار، وديك الناس ديال بيتس كيعطيوهم طياره الي روتور المغرب، وعطيوهم لوطيل باش فين يدوزوا الفاكونس، كلشي خالص. الريفي تايما ما كيخلصوش الماء الضو، والله سولوا على هادشي. هادوك الساكنين هادوك الفرنسيين اللي في ديك المنطقه ما كيخصهم حتى شي خير. موت نتايا، موت العياش. شكون اللي كيموت؟ العياش، العياش هو اللي كيموت. ما هذاك الحر والله ما يموت، هذاك ما كيموتش بالقهره وبالفقس، هذاك يناضل يناضل، هذاك حتى نهار يتقهر عاف التالي كيخوي كاع، يمشي كاع يخوي البلاد، يمشي يعيش مع الاحرار ويتنفس شويه الديمقراطيه، وكيناضل بداك الشيء اللي قد عليه وباش ما قد، وما ما كي ما يموتش تما بالقهر. الناس راه تموت، الناس راه تموت في المغرب. اجرا هذاك قلت لكم راه كيقسموك شكاره ديال الدقيق ديال الدوزيام، كدير 100 درهم، 100 درهم
والدري كيمشي كيدخل 100 متر الناس في عمر الزهور 16 عام كاين واحد انجينيور مهندس دوله مهندس دوله مهندس دوله والجراده خدام خدام كيهبط في الحاسي فهداك البير 100 متر وكيت مشى على كرسو وكيجبد كيجبد الشربون راه غادي ندير لكم لا الدبلوم ديالو غادي نديرو لكم التصويره ديالو هو كحل الشربون وهذا الشربون هذا كيسبب واحد المرض خطير اللي قاتل اللي هو كيتسمى السيليكوز وا سيليكوز والناس ديال المدينه ديال جراده اللي عايشين في مدينه جراده كاملين فيهم المرض ديال السيليكوز دراسه علميه تؤكد انه 10 سنوات في مدينه جراده تقدر تعطيك 3% ديال السيليكوز ديال الشربون في الرئتين 10 سنين ديال العيش ما تخدمش انت ما تشفيش تجبد الشربون فقط داك العيش يعني داك الوزين ديال الضو اللي ما كيالمونطيش جراده كيالمونطي كازا حنا كيعطي لينا الشربون كيعطي لينا السيليكوز حنا كيعطي لينا السيليكوز هذاك السيليكوز كيتدي 3% واخا طرحنا من جراده روح انت قال عيش في كندا كيبقى يزيد 6% 7% 10% من كدير 100% كالله باقي لا مشى قلب وفي التالي من الساكنه ديال جراده طالب بتسعيره تفضيليه لان كتعاني من التلوث وعندها وزين في السونترفيل اللي ما خاضعش المعاهدات الدوليه ما كاين ماشي في لي نورم ماشي في لي نورم لو شوا ديال لو سيت ماشي في لي نورم خصو يكون بعيد ب 30 كيلومتر في لي نورم انترناسيونال خصو يكون بعيد على المدينه هو دايرينه في المدينه وعباد الله كتموت والناس ما كتشتغلش فيه كيجيبوا الخدامه من برا وفي التالي كيقول لك اخويا لا ما طالبش اخويا ما تخرجش اش كتزكي ما تخرجش وحده ميتين لها جوج ولادها ما خصهاش تخرج تزكي جوج وليدات يعني في نهار واحد سمع راني ما كنتش نقرا فوزية شاكيب ابسط مغربي ياعي كون المغرب بكون في المغرب لصوص مع اختلاف الاشكال بدايه من لصوص الجيوب والمره الى اعلى مراتب اللصوصيه والمتمثله في اختلاس المال العام واقتصاد الريال تحياتي للمراه المغربيه اللي كتفكر هذا هو مال تحياتي للاحرار اذا هل اعتقل توفيق بوعشرين جراده هناك تدخل قمعي بالضرب لتفريقات المتظاهرين اذا اللي نبغي نقول لكم هذا اخر ما غادي نقول اخر ما غادي نقوله دابا في هذا الفيديو هذا اقسم ان النظام المغربي وان الملك ديكتاتور يحفر قبره بيده في جراده والريف كيحفر القبر ديالو في جراده وفي الريف هادشي اللي راه كيدير ايوا حفر القبر ديالك وغادي ندفنوك ولكن حنا راه ما بغيناش حنا نحفروا لك القبر وندفنوك حنا راه حتى نهار غادي تكون حنا راه والله ما تزاقلوا معاك حتى هادشي اللي راك توجد له راك تبخلو ديال باش في التالي انك تخوي البلاد ولا ما نعرف تخرج الفلوس وتهربها ولا راه والله ما مفكين معاك المحاسبه من اللي حكمت ووهمت المغاربه بانه كاين العهد الجديد وبانه انت ملك شاب وداك بديت كتغني عليهم وجاو الصحافه يصوروك وبالاخر ولابس داك الكوستيم وداير فيه ضد التضامن انت شاريها بخمسة دراهم ما شاريهاش كاع تاتات 5 دراهم ما كتجبدهاش المهم هذاك الشيء كامل اللي كليته اللي راه في سويسرا وداك الشيء كامل اللي راك دايره لولدك اللي برهوش يعني عنده 14 عام ولا ما نعرف ومعلق لنا كولونيل ماجور ولا ما نعرفش هذوك الخبزات كومبلي هنايا عنده هنايا كومبلي اللي زاد جينيرال غادي هذاك الشيء كامل غادي هذاك كاع حق الشعب كامل داك الشيء غادي يولي لعباد الله كامل هذاك الشيء غادي يولي ولاد الشعب نقول لك المغاربه راهم بارتو في العالم كامل
في العالم كامل، حتى قاعد تقول نهرب بالبيتس ولا الفلوريدا ولا كذا، اه والله ما يطلقوك المغاربه، سيرتو الاحرار اللي شويه راهم اللي تنفسوا الحريه وخرجوا على برا وشافوا الديمقراطيه، راه كاين اللي مستعد انه يتبعك فين ما كنتي. المهم تحيه نضاليه، والتعليق ديالي على هذا الشيء اللي راه واقع في جراده وفي الريف، النظام يحفر قبره بيده. مزيان مزيان ملي ما حفرنا لكش حنايا، انت حفرت القبر ديالك، انت اللي حفرت القبر ديالك. وتحيه نضاليه لجميع الاحرار والمراه المغربيه. انا صراحه يعني سيرتو ملي كنشوف المراه المغربيه كت شي نساء هكا شي واحد التحليل وواحد كذا وزعما ونضال وكذا، تحياتي لهم. وكنحب كنبغي نوجه حتى التحيه لواحد المناضله لينا نسيمي، مناضله ديال حركه 20 فبراير والرمز للمراه المغربيه، واحد الشاعره. وتحياتي لكم، عاش الشعب المغربي البطل. نسيت انايا واحد الكلمه اللي كتقتل وكتقهر العياشه، عاش الشعب، عاش الريف، عاش جرادة، يلا طردق العياشي. تحية نضالية أيوز.